بيكم معايا في قناتي، قناة شيرين نديم. المرة دي هتكلم عن أداة تانية من أدوات هدم الأمم، وهي انهيار منظومة الأخلاق. أتمنى أن انتوا تتابعوا الفيديو وتشاركوا معايا بتعليقاتكم وبلايكاتكم واشتراكاتكم عشان نكمل الموضوع والبحث مع بعض. العامل المساعد التاني اللي مع الأجنوتولوجي هو السبفيرجن أو الهدم. الهدم بتاع البني آدمين أصعب بكتير من هدم الحجر. لو تفتكروا معايا شخصية أبو الهدد نشوف ونرجع تاني. هسفرك أوروبا، ولو حبيت أشتري لك شهادة الدكتوراه أشتريها لك. أنا أبو الهدد، أبو العز، أبو النغنغة كلها. حقيقي من هد وجد. طبعا هريدي ابو الهدد هو مقاول الهدم، اللي هد كوبري الملك الفالح، اللي عنده فلوس كتير، اللي كان فرحان ان هو بيكسب كتير من الهدم. ازاي بقى نهدم دولة؟ عن طريق شوية عناصر كده على رأسهم حاجة اسمها ديموراليزيشن، اللي هي انهيار منظومة الاخلاق. الادوات بتاعت انهيار منظومة الاخلاق دي هي ايه؟ الهوس، الجهل، الانشقاقات، العنصرية، الأخبار الكاذبة، الاحتكار. كل دي الأدوات اللي هي بيتحكم بيها المقاولين بتوع الهدم اللي زي هريدي أبو الهدد. أنا جمعت لكم في الموضوع اللي أنا جبته بطريقة فاني ده في جدول إزاي تنهار منظومة الأخلاق في دولة، عن طريق الدين والتعليم والإعلام والثقافة. الدين طبعا الناس تتساهل فيه وتحلل الحرام وتحرم الحلال، فيبقى الناس في حيرة ومعرفوش الحق من الباطل. التعليم يبقى للناس الهاي كلاس بس، فالناس التانية الغلابة عيني تتمنى الموت وتنعزل. الإعلام يبقى في بطولات زائفة، يبقى في جهل. الثقافة يبقى في تشويه وتزييف للتاريخ أو للقصص والروايات، فيبقى في انشقاقات وضياع للقضية. طبعا شفتوا ازاي هريدي ابو الهدد كان سعيد وفرحان ان هو حاسس انه بيكسب كتير من وراء الهدم ده. علشان كده نستفيد او نتعلم ان الهدم قد ايه سهل، لكن البناء هو اللي بيستغرق سنين كتير. علشان تبني بشر لازم تستغرق وقت اطول بكتير من بناء الحجر. وكذلك الهدم برضو لازم تعمل مخطط لتخريب الأمم عن طريق هدم البشر ومنظومة الأخلاق. في انتظار مشاركتكم وتعليقاتكم على الفيديو ده. مرسي.